السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا غير العاده طلع برا، ما عندي ستاند، ما عندي شيء، انا بصور كذا ماسك الجوال بايدي. فاليوم راح اتكلم معاكم عن الاي او اس 13 ومؤتمر ابل القادم. توقعات راح يكون في 3 جون الاثنين القادم، ممكن يكون اخر يوم في رمضان ليله العيد الحدود دي. بيكون المهم انه 3 جون مأكدين، يعني تفتح الكالندر وتشوف اليوم محدد 3 جون، هل بيكون في رمضان ولا نهايه رمضان على حسب رؤيه الهلال. فراح نبث في المؤتمر معاكم، راح يكون الساعه 8 المساء توقيت السعوديه، يكون بعد الفطور يعني. فاللي بيطلع معنا بث او اللي بيشوف البث حيا الله. المؤتمر راح يكون على الاي او اس 13، هو حق الايفون، حق الايباد، حق الساعه، بعض الواتش او اس تقريبا 6 او 5، الانظمه حق لابتوباتهم، النظام حق الابل تي في، الهوم بود، كل الانظمه حق اجهزتهم راح يكون المؤتمر حق هذا. هو المؤتمر هذا يكون مخصص بس لحق الانظمه. فراح نشوف تحديثات قويه تكلموا عنها كثير، انه بيكون دارك مود البدايه حق الايفون علشان يستغلون قوه الشاشه، انه صار دارك مود راح يكون افضل استهلاك البطري. طبعا الدارك مود ما اتوقع راح يكون الدارك مود دارك مود، يعني النظام الاسود راح يمكن يكون نفس اللي في موجود في الماك، اللي هو يكون ازرق داكن تقريبا، ما راح يخلونه اسود. ليش؟ لان في مشاكل موجوده اللي يستخدمون الدارك مود في الاندرويد، معروفين اللي في الاولد اللي جيت تتحرك الجهاز خصوصا حق اللون الرصاصي مع اللون الابيض تشوف بيكسل ما يمشي معك عدل. يعرفون الدارك مود اللي الشاشه السوداء راح يكون البيكسل طافي، فما راح يمشي معك عدل، تشوف الكلام يتحرك مثل ما تشوفون الحين بالطريقه هذه، تشوفون كيف ان البيكسل ما يمشي عدل، وبالطريقه هذه برضه مثل ما تشوفون الحين بالبطيء راح تشوفون الكلام كيف يتحرك معاكم. طيب هذا اول ميزه، يمكن ابل ما راح تحط الدارك الاسود علشان تتفادى هذه المشكله. برضه راح تنزل تحديثات حق برنامج الفايند فريند فايند ماي ايفون، يمكن راح تدمجهم مع بعض. في تحديثات كبيره لحق الايباد ان شاء الله، تكلمنا اشاعات كثيره راح بيسوونها. تحديث لحق برنامج الايميل مال ابل في الايفون اللي انا ما استفيد منه او ما استخدم برنامج ثاني، لان برنامج بالنسبه لي عظيم، يمكن يحدثونه بيسوون فيه شيء ثاني. البرنامج ريمايندر برضه يمكن يعدلونه، الصور يمكن فيه تحديثات، برنامج الكاميرا فيه تحديثات، النظام ان شاء الله الايفون راح يصير تحديثات قويه، وان شاء الله برنامج الفايل اللي في الاي او اس برضه يصير فيه تحديثات خصوصا حق الايباد، علشان لو تحط فلاش او شيء يقرا لك الفلاش يعني، والماوس لحق الايباد والاشياء دي كلها. فننتظر يوم الاثنين الساعه 8 المساء بتوقيت السعوديه. لكن السؤال هذا والجواب منكم انتم، ابي البث تبونه في اليوتيوب ولا تبونه في الانستغرام؟ في الانستغرام في هذا الحساب راح اطلع فيه بث. الفرق في الاثنين، في اليوتيوب لو اطلع معكم بث مباشر الساعة 8 المساء ما راح اقدر احط لكم الشاشة على مؤتمر ابل، يعني راح اتكلم وانا اشوف المؤتمر، انتم راح تشوفوا المؤتمر، لان ما اقدر يعني احط على مؤتمر ابل الحقوق، ما الحقوق راح يكنسلون الفيديو ويمكن يسكرون القناة عندي في اليوتيوب. فاذا تبون احط لكم لا الشاشة على مؤتمر ابل ونشوف ايش اللي يسوون ونتكلم معاكم، فلازم يكون البث على الحساب في الانستغرام، هذا الحساب، فاكتبوا لي تحت في التعليقات وانتظركم. انا الفيديو اللي احنا نسجله معاكم يوم الاحد يعتبر عندنا احنا، يعني باقي اسبوع يوم، لكن وقت ما تشوفونه راح يكون يمكن يوم يومين يمكن نفس اليوم، ان شاء الله ما راح ننزل بنفس اليوم، قبلها بيومين او يومين، عشان تكتبوا لي تحت في التعليقات الوقت المناسب اللي تبونه او الوقت المناسب. اوريدي كمان قلت وما ما راح يتغير، قصدي البرنامج المناسب لحق البث، تبونه في الحساب في الانستغرام هذا الحساب او في اليوتيوب هنا. لكن في اليوتيوب مثل ما قلت لكم ما راح اطلع لكم الشاشه، ما راح تشوفون البث، راح اتكلم انا بالميزات اللي يقولونها. وبس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وكتبوا لي تحت في التعليقات ونشروا المقطع ده، علشان قد ما تجي مشاهدات قد ما بتشجعوني ابث لكم برضو. السلام عليكم. نسيت شيء برضو، سامحوني على المكان، نسيت شيء، الاشخاص كلهم كتبون لي تحت هل الايفون 6 راح يدعم الاي او اس 13، الايفون 7 راح يدعم الاي او اس 13، الايفون 5 اس وليش ما راح يدعمونه؟ حبه حبه، افهمها البدايه، الايفون 5 اس نزل على السوفت وير اي او اس 6 اي او اس 7، ففي ذيك الفتره ابل صانع المعالج قوته يتحمل ذاك الاي او اس، بعدها نزل 8، نزلت 8، 9، 10، 11 كلها نزل عليه ذا. انت اذا كنت تبي الاي او اس يكون فيه ميزات قويه هذا اللي تفرح فيه، فلازم ما يدعم جوالك، لان جوالك خلاص المعالج حقه بهذه الميزات اللي موجوده فيه، اذا حطيت زياده عليه اشياء قويه راح تقع المعالج، ولو نزلت الشركه اوكي يعني انت لو صرت تبي ينزل السوفت وير عليك ونزل عندك، بعدها بتقول اوه ليش جوالي تصرف بطاريه؟ ليش جوالي يعلق؟ ليش؟ خلاص اوريدي لان انت جوالك ما يتحمل ذا الشيء، فهي الشركه الحين تفكر وجالسه تشوف الاجهزه يعني عندها السوفت وير، طبعا 100% او ما راح اقول 100% لعلم عند الله 90% قلت 99% ما راح اقيس لكم، بس انه شيء مفهوم وطبيعي، واتوقع الناس جاهزين ويدرون عن ان الايفون 5 اس ما راح ينزل عليه الايو اس 13، الايفون 6 ناس يقولون راح ينزل عليه، ناس يقولون ما راح ينزل عليه، فهذول الجاهزين اللي شوي الناس ما
ما يدرون شو اللي بينزل عليهم. لكن السفن 100% الايت راح ينزل عليهم الاي او اس 13. فالاي او اس دام في ميزات قويه لازم في اجهزه تطلع من الحسبه، في اجهزه ما راح تدعمها لان الجهاز قوه المعالج قوه الرام الاشياء هذه كلها راح تاثر على الجهاز اذا نزلوا اشياء قويه في النظام. نفس سامسونج، يعني ليش سامسونج المعالجات حقته ولا شيء ذي، يعني معالجات الاجهزه قويه لكن اداء الجهاز يصير بطيء. ليش؟ لان اللي حطق على الجهاز اقوى من المعالج، هذا اللي يخليه يصير بطيء ولا شيء ذي كلها. فابل لا مخفف ذا الشيء مخلي معالج قوي في الاستخدام، فشيء طبيعي ابل قاعده تدرس النظام وجالسه تحطها على الاجهزه اللي عندها اللي موجوده الحين وتشوف الجهاز اللي يشتغل كويس يمشي عليه بتنزله، اجهزه ما يمشي عليها ما راح تنزله. طبعا عندها خيار انها تنزل على الكل، تقدر تنزل على الايفون 5S لكن ما تحط لك ميزه، تقول لك iOS 13 وتنزله ما في ميزه الا قليله تحسينات مثل iOS 11 وiOS 12 ما في ذيك الميزات، اكثر شيء سرعه وما سرعه تحديثات خفيفه. iOS 12 نزل على كل الاجهزه اللي تدعم iOS 11 لكن iOS 13 صار في ميزات قويه لازم تكنسل بعض الاجهزه لانه ما راح يصير حمل على الجهاز. فننتظر في المؤتمر ونعرف الاجهزه اللي راح تتكنسل وبس.